السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد بدراسة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس ونستمع لقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان له ست أركان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. إذن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان. كيف نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام، ورسل لا يكذبون عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن أن أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أول نبي هو آدم عليه السلام، أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. لا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ختمت النبوة والرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم عبيد لا يعبدون. ولهذا عندما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده، نشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد. عبد يعني بشر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، ليس له شيء من خصائص الربوبية، وهو عبد يعني أعبد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة: كل الخلق عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية الثانية عبودية خاصة: هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول، من آمن بالله سبحانه وتعالى. عبودية خاصة الخاصة، هذه عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأعلى وصف يوصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. إرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لإقامة الحجة على الناس: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إقامة الحجة على الناس وبيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرب. الرب إما ربوبية خاصة أو ربوبية عامة، أو ربوبية
مع بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، فهو الرب سبحانه وتعالى. هذه تربية يقوم بها الظاهر، خلق الخلق وأمدهم بالرزق فهو الرب سبحانه وتعالى، وربوبية خاصة حيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذه ما يقوم به البدن، وما يقوم به الروح أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ثم أن الله سبحانه وتعالى اختار من الناس صفوة وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أيهم أفضل، الأنبياء أم الرسل؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل أو الأنبياء؟ من يقول لي من أفضل، الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء، الأنبياء يتفاضلوا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خمسة ذكروا في الشورى والأحزاب، وهم على الترتيب في الفضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. إذن أولو العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خمسة ذكروا في الشورى والأحزاب. ما معنى أولو العزم؟ يعني هم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين لحقهم شيء من الصعاب والمشاق والابتلاءات في دين الله سبحانه وتعالى، وثبتهم الله سبحانه وتعالى ورفعهم الله سبحانه وتعالى. عدد الأنبياء وعدد الرسل، عدد الرسل 315، وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000. لابد أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واجب على كل مؤمن، ركن بل ركن من أركان الإيمان، أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم، ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. أسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين ذكروا في القرآن، قال ذكر لنا في القرآن من ذكر بأسمائهم 25 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام، ذكروا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا، ذكر هنا 18 نبي ورسول، يبقى معنا في القرآن يبقى 7، ونظمهم الناظم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني هذا 18، يبقى من 25 7، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا. هذا 25 نبي ورسول ذكروا في القرآن بأسمائهم. إذا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء الذين ذكروا في القرآن في الأنعام في تلك حجتنا منهم 18، قالوا يبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذي الكفل آدم بالمختار قد ختم. ولابد أن نؤمن أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. والله أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، أيدهم الله سبحانه وتعالى بالآيات. الصحيح أننا نقول عن الأنبياء والرسل أن الله أيدهم عليهم السلام، أيدهم بالآيات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نقول آية ولا نقول أن لهم معجزات، هذا لأن هذا الذي جاء في القرآن في 9 آيات،
أما المعجزة قد تكون لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. خوارق العادات أو الأشياء التي تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، يعني مثلا إنسان يحفظ القرآن، يحفظ مثلا صحيح البخاري، يستطيع يمشي مثلا من مسجد قباء إلى المسجد النبوي، هذا أمر طبيعي صح أو لا؟ أما يطير في الهواء، يمشي فوق سطح الماء، يشرب السم ولا يحصل له شيء، لا، هذا خارق للعادة، يعني شيء يأتي على خلاف ما اعتاد الناس. قال خوارق العادات أربعة، يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس أربعة. آية، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول كرامة وتكون لأولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ أولياء الرحمن، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذه تأتي لهم كرامات. بعد هذا الأول الآية، والثاني الكرامة لأولياء الرحمن، الثالث المعجزة والفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان، لا إيمان ولا تقوى، كما يحدث نسأل الله عافية والسلامة للدجال مثلا. الرابع فضيحة، الرابع فضيحة، مسيلمة نسأل الله عافية والسلامة، لو تسأل أي أحد، اسأل من شئت، من أكذب الناس؟ يقول من؟ مسيلم الكذاب، أكذب الناس نسأل الله عافية والسلامة مسيلم الكذاب. من دلائل صدق النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بماذا؟ بما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيد الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بآيات النبوة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة بئر فيها ماء قليل، فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في هذا البئر، وإذا بالماء يزيد. علي رضي الله عنه كان في عينيه رمد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه، برئ كأن لم يكن به وجع. قالوا لمسيلمة كذاب نسأل الله عافية والسلامة، قالوا عندنا رجل فيه رمد، تمتم وبصق في عينه ذهب بصره. هذه فضيحة، كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. فقالوا خوارق العادات أربعة: آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي آية، كاذب وكافر، كفر أكبر. الثاني آية تكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الثالث معجزة وفتنة واستدراج تكون لأولياء الشيطان، كما يحدث قلنا للدجال مثلا نسأل الله عافية والسلامة. الثالث فضيحة، كل من كذب على الله يفضح الله في الدنيا قبل الآخر نسأل الله عافية والسلامة. طريقة أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أننا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى نثني عن الله نقول سبحانه وتعالى، وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا نقول؟ عليهم الصلاة والسلام، نصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، أقل شيء لا نذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالخير. قال بعض العلماء رحمهم الله، قال لو لم يذكر لنا في القرآن قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث منه من أكل من الشجرة ما استطعنا أن نتكلم كلمة بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه واجتباه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفوائد والآثار المترتبة على خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض وما ترتب عليه من فوائد، منها بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا ما يمكن أننا نتكلم فيهم بأدنى كلمة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، من أين لنا
أن نعرف قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أين نقرأ؟ كيف نعرف هذه القصص؟ قال القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أحسن القصص، بل سورة في القرآن كاملة اسمها سورة القصص، سور في القرآن سميت بأسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل في سورة نوح عليه الصلاة والسلام يقول هذه السورة الوحيدة في القرآن التي لم يذكر فيها إلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القرآن فيه ثلاثة أشياء: خبر عن الله، وهذا أشرف ما في القرآن، ولا تخلو منه آية، لا تخلو منه آية توحيد، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم، ثلث القرآن سورة الإخلاص، وسميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله وتخلص قارئها من الشرك، هذا أشرف ما في القرآن، ولا تخلو منه آية كما قال ابن القيم رحمه الله. الثاني أحكام، أوامر ونواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين. الثالث قصص، لكن القصص ليست فقط للحكاية، لا، بل للعبرة والاتعاظ. جاءت القصص في القرآن حتى ننظر إلى ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أهم ما يكون فيه أن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودين الأنبياء دين واحد، ولقد بعثنا، يعني والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة الرسول. ما هذا البعث؟ قال أن اعبدوا الله. إذن دين الأنبياء دين واحد عليهم السلام، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ابتعدوا عن عباد الطواغيت، واجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب آخر. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، موعظة للمؤمنين للمتقين. في القصص آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أن ننظر في طرق الدعوة، كيف ندعو إلى الله كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أخذ كل الطرق والوسائل للدعوة إلى الله، دعا هؤلاء إلى الإسلام. دين الأنبياء دين واحد، اختلفوا في بعض الشرائع، لكن في أشياء ما لا يمكن أن يختلف فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: توحيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك، الخبر عن الله، الأسماء والصفات، هذه لا يمكن أن تنسخ، هذه صالحة لأنها يقول في كل زمان ومكان. إذن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حري بنا أن ندرس قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن نطالع الإسرائيليات. لماذا؟ قال لأن عندنا أحسن القصص، فلماذا نترك هذا الذي جاء في الكتاب والسنة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون؟ أشاكون؟ أمترددون؟ لو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام لما وسعوا لن اتبعني. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة خاتمة، القرآن ومهيمنا عليه، لا يمكن أن نطالع التوراة أو الإنجيل أو نسمع للإسرائيليات، لأن عندنا أحسن القصص في الكتاب والسنة ولله الحمد. وقد قال كعب الأحبار لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت
لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين دين كامل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا ولا يبتدع في دين الله، كامل. حتى في القصص، قال حتى في القصص، في كل شيء. فقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: قد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة، يعني اجتمع عندنا عيد الجمعة وعيد عرفة. فلا أريد أن أطيل عليكم، هذا الدرس اليوم كالمقدمة لدراسة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العرب منهم، من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم خمسة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقصة أول نبي وهو أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.